كانت من المغاربة كامل. كنرحبوا بالطاقم لو 360 عندنا هنا في الدار كما كتشوفوا. حنا محتفلين بالعيد، ما مشينا فين، سلينا غير في الدار مع عائلتنا. و بالنسبة للعائلة اللي بعيدة علينا، هضرنا معاهم في واتساب فيديو، وكنقول المغاربة عيد مبارك سعيد، والتزموا بالحجر الصحي. بالنسبة لي يعني يوم العيد يعني هذا العام يعني حالة خاصة، ورمضان هذا العام يعني حالة خاصة، يعني رمضان بنكة كورونا كما يقولون. فالحمد لله يعني الأجواء ديال العيد، يعني دوزنا العيد مع الأهل ديالنا، يعني واخا ما كايناش الزيارة، يعني ما كايناش صلة الرحم يعني المباشرة، ولكن الحمد لله كان صلة الرحم في الهواتف، هضرنا مع العائلات ديالنا يعني في الهواتف، في الواتساب، ويعني في جميع يعني المواقع التواصل الاجتماعي، وباركنا لهم العيد يعني الحمد لله مع الحجر الصحي ومع منع يعني الاختلاط ومنع التجمعات، الا اننا الحمد لله تمكنا اننا نديروا يعني صلة الرحم في الهواتف وصلة الرحم يعني في مواقع التواصل الاجتماعي. وهذه يعني راه كما قلنا راه الدولة يعني ما طبقتش يعني هذا الامر الا حبا فينا وخيرا فينا. فالحجر الصحي راه ضروري لانه لحد الان هو العلاج الوحيد لهذا المرض الفتاك. فيوم العيد يعني داس، يعني صباح العيد داس الحمد لله يعني جميلة جدا. ريحنا مع والدينا، يعني كلينا يعني الفطور وعيدنا معهم، وباركنا كذلك يعني العائلات ديالنا. فالحمد لله على كل حال. عواش راكم مبروكه. كتسالوا حيت ما لبستش لك ماما، المهم عندي الثقه خرج نتسخر في المخبزه، ماشي شي حاجه يعني تاع حدا الدار. المهم الاجواء ديال العيد كيف هذه، فايقين في الصباح السبعه وصلينا صلاه العيد مع موالين الدار. المهم بركنا العواشر، المهم كما اي عيد، المهم الحاجه الوحيده اللي ما كايناش هي ما كنخرجوش. المهم دوزنا العيد عادي جدا، فطرنا مجموعين، دوينا مع موالين الدار، المهم اتصال ابل فيديو، كاين اللي دوينا معاهم ابل فيديو، كاين اللي دوينا معاهم تليفون عادي. كنتمنى ان شاء الله يطلع علينا يحيد علينا ربي هذا الوباء، يكون خير ان شاء الله. المهم اهم حاجه هي بنادم يحاول يحافظ على هذا الحجر الصحي اللي داروا لنا.